مرحبا أهل المغرب، أنا ماجي ظاهر من لبنان، عمري 28 سنة. أنا خريجة إخراج وتمثيل وعندي هواية عزف على آلة الرق، وحب أسمعكم شوي من عزفي. حب أحكيكم شوي عن قصتي أنا والتنمر، يلي هي طبعا مثل كتار تعرضوا للتنمر بزغرون. تعرضت للتنمر بسبب شكلي، بسبب أني كنت كتير ضعيفة، كان شعراتي مثل صبيان قصتهم غرسون. وتعرضت للتنمر بسبب أني كان عندي حالة يلي هي العسر الكتاب والقراءة. كنت تأتي أنا وعم بقرأ، كنت ما كتير أعرف أكتب منيح، كانوا أكيد يتنمروا علي لأني ما كنت مثلهم شاطرة. للأشخاص يلي عم بتعرضوا للبولينج، ما تخلوا هذا الشيء يأثر عليكم. بعرف كتير منيح أنه البولينج هو بيأثر، يمكن يعمل الاتساء بالنفس، عدم حب للذات، وكمان للأسف ممكن أنه يعني يصير الشخص يسبب للانتحار. لهيك كونوا قوية وما تخلوا هذا الشيء يأثر عليكم. أنا تخطيت هذا الشيء بفضل شخص دعمني، وأنتوا كمان فيكم تتخطوا هذا الشيء. ومش غلط أنكم تحصلوا على دعم نفسي من أخصائيين تتغلبوا على هذا الموضوع. ولأني مخرجة وممثلة، قررت اني اعمل فيلم اسمه قصة كتار، بيحكي عن هيدي الظاهرة. وهذا شيء كتير بشع. ومساج صغير لكل شخص عم يسمعنا اليوم وتعرض للبولينج: حب الحياة وتمسك فيها، لان الحياة كتير حلوة. سلام.